بسم الله الرحمن الرحيم. أعزائي المشاهدين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ورحب بكم مرة أخرى على قناتكم قناة لاين سبورت الرياضية، الناقل الحصري لبطولة آسيا للتصفيات النهائية المؤهلة إلى كأس العالم بأسبانيا على كأس خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز آل سعود حفظ الله ورعاه. اليوم أقيمت مباراة بين المنتخب البحريني والمنتخب الإماراتي، انتهى الشوط الأول بتقدم المنتخب البحريني ب 14 هدف مقابل 12 هدفا للمنتخب الإماراتي. اسمحوا لي بداية أن أرحب بضيفي هنا في الاستديو الكابتن سعود الحودي والكابتن خالد البريدي، حياكم الله. مجريات الشوط الأول طبعا كانت المباراة نوعا ما هادية وما فيها ذاك الشد ولا، لكن شفنا المنتخب البحريني أنه يعني بيستفيد من المباراة هذه أكثر. طبعا احنا شفنا المباراة فعلا ما كان فيها الحماس والشد المتابعين في المباراة الأولى، عارفين شفنا المنتخب البحريني لا سعيد جوهر ولا الحارس محمود علي ولا الأساس، طبعا ما في الحسين الصياد تقريبا الأساسي الموجود. طبعا احنا واحد من معي على عبد القادر موجود، ان شاء الله ثلاثة اخوان موجودين، لاعب بس واحد فيهم اللي ما لعب في المباراتين اللي فاتت. شفنا منتخب الامارات المفروض هو اشكل واحد يكون عنده طموح انه يحقق نتيجة، على الاقل يكون فوز يعني كويس، فوزين يكون عنده يقدر يكون كمان مركز رابع. ما لقينا عنده الدافعية اللي المفروض تكون عنده صراحة، يعني مستغرب يعني عام استفهام. ممكن منتخب البحرين امس كان حالة نفسية كانت لاخر مباراتنا يعني ممكن تأثر عليه، طلع تأثير منتخب الإمارات ما لين دحين ما قدم أي شيء في البطولة، في البطولة بصراحة كاملة. يعني إيه لأن شايف أنا تضيع يعني أشياء بسيطة، يعني ما في تركيز، وزي ما قلنا إحنا منتخب البحرين المفروض ما في تركيز، لا طلع منتخب البحرين الاحتياط حقينه هم اللي لعبوا وقدموا، حتى من الحارس ما في قلنا ما في إلا الصياد هو الوحيد اللي كان لاعب من التشكيلة الأساسية، الباقيين كلهم برا من الحارس للاعبين كلهم اول مره ينزل الملعب، فهذه علامه استفهام صراحه منتخب الامارات اللي اتمنى انه يتطور، يعني المفروض يكون مع البطوله دي. يمكن اجواء المباراه كابتن سعود يعني حتى مع الفريق الفريقين يكونوا بالهدوء لا انا قلت لك منتخب البحرين ممكن تاثر عليه نفسيا، بس منتخب الامارات لا طلع من بدري يعني متهيئ نفسيا انه يلعب على الاقل تحقيق المركز، على فرصه له انه يصلح من مستوى يخرج بمرتبه راكز متقدم، اي يطلع كرابع بدل يطلع كترتيب عام التاسع السادس او الخامس، اي لا الخامس عفوا من الخامس يعني احسن بدل ما اكون من التاسع ولا الاخير، صح رغم انه الاخير معروف اوزبكستان اعتقد هو الفريق الاخير حيكون هو المنتخب الاردني اللي هم اقل مستوى، بس الدفعيه لازم تكون عند اللاعب عشان يحقق طيب المستوى. كابتن خالد طبعا زي ما تفضل اخوي سعود مباراه رتمها والحافز اللي موجود في الملعب جدا منخفض، المنتخب البحريني زي ما قلنا من الاستوديو قبل المباراه انه راح يشارك اللعيبه الاحتياط الموجودين عنده، اعتمد على الفاست بريك طبعا اساس انه سجل تقريبا 7 اهداف في الشوط الاول فاست بريك، حاول يقلل من الاحتكاكات شوي يخرج باقل الخسائر، انا اتكلم عن عمليه الاصابات للمنتخب الاماراتي لا المنتخب البحريني البحريني المنتخب الاماراتي يحاول يسوي شيء في المباراه ولكن عدم التركيز الحارس البحريني، يعني نقدر نقول المنتخب الاماراتي جاب البطوله هذه كلها مع يعني معتبرها ان اعداد له تجربه اعداد ليش؟ لا مش اعداد يعني للفريق وانه يبدا يعني يحاول انه يغير في اسماء الفريق او يبحث عن تجديد اسماء اللاعبين وبرضه يبحث عن المشاركه بشكل جدي مع منتخبات قويه زي كوريا واليابان. الطموح منخفض جدا عندهم، المعنويه عندهم ما هي ما تبين لك بالفريق، يعني الاداره حق الفريق ما هي مجهزه وحاطه بفكر اللاعب ان هذا والله بطوله تجهيز وبطوله، لا فريق تحس انه حتى في الملعب محبط يعني ما هو. طيب اسمح لي زميلنا فايز فرحان في غلطت اسمه في البدايه، لكن الأخ فايز فرحان أو الأستاذ فايز فرحان إعلامي إماراتي تحدث عن البطولة بشكل عام تنظيمها ومستويات المنتخبات فيها، أن المنتخبات كان استعدادها جيد وربما فازت فيها 4 منتخبات هي من تستحق أن تكون في هذه المناطق، أيضا تحدث عن مباراة أمس أنها تعتبر ختام للدور التمهيدي الأول، مباراة قوية جدا بين المنتخب السعودي والمنتخب القطري، ذكر فيها يعني نجاح إدارة كرة اليد في الاتحاد السعودي ب قيادة الاستاذ الحلافي في جذب المشجعين ليلة أمس، وكان هم
جمال البطولة وحضورهم أمس مباراة كان دورهم فعال جدا. نحب نأكد أنه جماهيرنا أمس لم تحضر عشان الجوالات، ما عارفين أنه 50 جوال، لكن حضروا عشقا في المنتخب السعودي، وإن شاء الله تعالى كمان يكون حضورهم أفضل وأقوى إن شاء الله مدرجات كاملة في مباراة يوم الجمعة. أديك ملحوظة، ترى في ناس كثير كسبت أرقامهم وما كانوا موجودين، صح؟ مشيوا إيه مشيوا، فما الجوالات هي محطوطة كحماس يعني، وأنت مقدمة من القناة مش متحمس. إيه يعني مو 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 شيء ضروري. وأعرف الجمهور ترى جدا عامة ترى لهم تأثير، زي ما قلنا إحنا أنت ما تملت الصالة أمس بس كان لها تأثير جامد. يكفي الواجهتين. يعني كان لها تأثير، يعني ما شاء الله عندنا جمهور يعني صراحة هو زي ما قلنا إحنا أول 10 دقائق ولا 10 دقائق الأخيرة هو اللي جاب المباراة بشهادة لعيبة المنتخب نفسهم. تعليقاتهم بعد المباراة كلهم قالوا إنه الجمهور حمسونا زيادة. إيه حمسونا وخرجونا المباراة. نرجع للمنتخب البحرين. زي ما قلنا إحنا طبعاً كابتن سعيد جوهر اللعيبة اللي ما يختلف عن الاثنين كمنتخبات وطنية. بالنسبة للاستعداد فعلا الأربع الفرق اللي طلعت تقريبا هي مستعدة، ما عدا ممكن منتخب البحرين كان مستعد يعني استعداد معسكر خارجي، وزي ما قال كابتن خالد مشكلتهم في تغيير المدربين. يعني هذه ترى مشكلة، حصل دروب في المنتخب، هذه يعني مشكلة، هذه مشكلة من في كل مدرب له شخصية في التمرين في الخطط في زينا احنا تقريبا، بس ان شاء الله الحمد لله دركناها قبلهم، لعبنا في مع المدرب عرف لعيبة بطولة العربية، شارك في المعسكر الاعدادي اللي شاركوه في، رغم انه نتائجهم كانت البطولة الدولية اللي نتائجهم كانت لعيبتنا كانوا كويسين الحسن ما سمعنا، طبعا ما شفنا المباراة. ان شاء الله نقول بالنسبه لمنتخبنا انه الدور الاول انتهى باخطاء وبسلبياته، ناخذ بس من الايجابيه الواحده ونشتغل على الاشياء الثانيه ان شاء الله، من ناحيه الدفاع من ناحيه الهجوم ان شاء الله نكون مركزين، سواء من اللاعبين الجهاز الفني الحاجات النفسيه اللي يحتاجها اللاعب الفتره هذه ضروريه، نهيئ اللعيبه انهم حيلعبوا على المركز الاول، هذه أشياء بإذن الله. شكلك كابتن سعود، شكلك كابتن خالد، اللاعبين نزلوا أرضية الملعب. أعزائي المشاهدين نتابع سويا مجريات الشوط الثاني، معنا المعلق محمد العجلان زميلنا المبدع دائما من خلف المايك، شكلكم كونوا معنا بعد المباراة.